دكتور الآن أريد أن أتحدث عن بعض أنواع السمنة. إحنا معروف عندنا الكرش أو السمنة يسمونها يعني السمنة المركزية أو السمنة سواء كانت العلوية أو السفلية. إيش الخطر اللي فيها؟ لأنه بعضهم يقول لك يعني أنا ما عندي يعني ذاك الوزن أبدا، أطرافه جيدة وكذا، وكل ما حاول ينزل في الوزن إلا أنه باقي هذه المنطقة مستعصية. سؤال مرة ممتاز. طبعا احنا نعرف ان السمنة تقسم في جسم الانسان الى قسمين او نوعين. عندنا السمنة الوسطية او المركزية اللي دائما تكون عند الرجال، والسمنة الطرفية اللي دائما تكون عند النساء. هذا لا يعني انها ما تكون في جسم واحد كل النوعين، لكن الرجال زي ما ذكرت يعني قد تلقى رجل يعني جسمه نحيف، اطرافه نحيفة، لكن ما عنده الا الكرش اللي موجود. أو يجي يقول لك أنا أصلا ما عندي سمنة، أنا يا دكتور مشكلتي بس بالكرش. يقول هذه أسوأ شيء. ليش؟ لأنها بيكون عرضة لوجود السكر من النوع الثاني، عرضة لارتفاع ضغط الدم، أيضا وجود اللي هو الكوليسترول أو ارتفاع في الدهون. لما تتواجد الثلاث أمراض هذه بوجود السمنة المركزية، فإحنا نعرف على أنها متلازمة الأيضة المركزية، وهذه عشان كده احنا نقول أسوأ أنواع السمنة. وفي المقابل نزول الإنسان من الوزن في بسبب السمنة الوسطية أسرع من الطرفية اللي عند النساء. أصعب ولا الطرفية عند النساء؟ الطرفية إيه؟ اللي تكون عند النساء هي اللي بتكون أصعب، لأنه تجمع الدهون في الأجزاء الطرفية تكدسها أعلى من اللي تكون الحشوية اللي موجودة في البطن. فنزول الدهون بيكون أسرع للمنطقة الوسطية أو المركزية. لكن في الأخير هي تعرف كلها سمنة، سواء كانت المركزية أو الطرفية. إحنا نتكلم عن سمنة بشكل عام. يمكن هذا الشيء يودينا إلى سؤال ثاني، يمكن أنا أستبق حتى السؤال فيه، إنه منهم نسبة النزول عندهم أعلى سواء الرجال ولا النساء؟ طبعا إحنا لو جينا لهذه النقطة إحنا نعرف إنه نسبة النزول عند الرجال أعلى من النساء، ونسبة السمنة عند النساء أعلى من الرجال. أيضا نسبة الإقبال على الجراحة عند النساء أكثر من الرجال. من في رشك. فإحنا نعرف إنه هذا له مسببات. الرجل زي ما أرجع نفس النقطة إنه سمنته وسطية ومركزية، تتراكم كميات الدهون بشكل تدريجي على مدى سنوات. أسهل ليش؟ تساعد على حرق الدهون. يا سلام عليك. فكل ما حرقنا كل ما نزل عندنا مستوى الدهون اللي موجودة داخل البطن. تكدس الدهون عند النساء يحتاج تنزل، لكن يحتاج إلى مجهود أكثر. في بعض النساء تجي لك سمنة كاملة من الجسم كامل، نعم تحتاج أنها هنا حتنزل. دائما الدهون تختار أماكن معينة، النزول يكون فيها نزول كامل. لكن لما تكون متمركزة نسبة في مكان نسبة أكثر من الثانية، فأكيد تبدأ في المكان اللي فيه تكدس للدهون أكثر. فنسبة النزول عند النساء بتكون أبطأ، عشان كذا يحتاجون مجهود أكثر. هذا يمكن أنا أيضا أبغى أستبق في أي نقطة قادمة، لكن واحدة من الأشياء الضرورية أنه نعرف أنه النساء بسبب التغيرات الهرمونية اللي موجودة عندهم. ليش احنا نقول النساء نسبتهم أكثر؟ عشان ما يزعلون علي النساء يقولون أنت تتحيز إلى الرجال، لكن نسبة النزول عند نسبة السمنة عندهم أعلى بطبيعة الحال. احنا نعرف التغيرات الهرمونية الموجودة عند النساء أكثر، الحمل والولادة، أيضا ارتفاع مستوى الاستروجين عند المرأة أثناء الحيض، أثناء بعد التغيرات الهرمونية اللي تكون موجودة بتساعدها على الرغبة في أكل كمية السكريات تكون عالية. خصوصا لما تيجي مرحلة اللي هو الحيض، فتلقاها في شغف كبير لأكل شوكولاتات، وبالتالي هذا سعرات في الأخير، فتبدأ تزيد تدريجيا. الشيء اللي يساعد الرجال زي ما ذكرت هناك، لا، الكتلة العضلية ونسبة الحرق أو حرق الدهون عندهم. يمكن هرمون التستوستيرون أعلى عندهم يعني. طبعا هنا التستوستيرون، هل هرمونين موجودة عند الذكور والإناث؟ كلها ثنتين موجودة، ذكورية ولا أنوثية؟ أيوه موجودة بنسب معينة، لكن احنا نتكلم دائما عن الهرمون الذكوري اللي هو التستوستيرون، والهرمون الأنثوي اللي هو الاستروجين. الارتفاع عند الرجال
يتزامن مع النحف أكثر من الزيادة. بمعنى الشخص اللي يعاني من السمنة فيكون نسبة الهرمون الذكوري أقل، فلما يبدأ ينحف يرتفع عنده مستوى الهرمون الذكوري. على النساء احنا وقت التغيرات الهرمونية اللي موجودة عندها تبدأ ترتفع، وبالتالي تتحول وتبدأ نسبة معينة من الهرمون يتحول أو يخزن كدهون. في نقطة مهمة أيضا، يعني في أذكر دراسة قريتها أنه يقولك نسبة 95% من النساء عندهم اضطراب اسمه اضطراب الأكل، وبالتالي هذا خصوصا للناس. 95% اضطرابات الأكل موجودة عند النساء، وبالتالي خصوصا اللي عندهم هوس النحافة، فهذا هذا الاضطراب يخليهم يعني طريقة الأكل بالنسبة لهم مختلفة، فتلقى التغيرات المزاجية سكريات، تغيرات أيضا الهرمونية الأكل، في الزعل في الرضا، فكله مركز على الأكل عشان كذا ترتبع.